كنلاحظوا في الاونه الاخيره ان عدد كبير ديال الدراجات الناريه ولاو كيسوقوا بعشوائيه وما كيحترموش القانون، وكنتمناو من ان لا سائقي الدراجات او لا حتى السلطه يحاولوا انهم يرسموا الخطوط ديال الممر الراجلين ويديروا اشارات ديال التشوير. تقريبا واحد ما كايناش خمسه الايام بانني سمعت شي موتور كان كيسوق بشي طريقه ماشي منطقيه وتصادم مع سياره ديال الاجره، لانه ولا ايا كان كيخدم وكيمشي كيلقى عمل اول حاجه كيفكر فيها هي انه باش يستقل الموتور، انه يشري موتور، ولا من الاولويات ديال لا الشباب ولا ايا كان، لان المشكل حتى في وسائل النقل. لو كان ان توفير وسائل النقل في المستوى وكيراعيو التوقيت وبان يوصلوا الانسان الاغراض ديالو في الوقت، وهذا ما كانش غادي نفكروا. حتى الدوله خاصة تراعي ماشي اي كان انه يجي يستقل انه ياخذ موتور ويركب عليه بان ماشي اي كان يجي يستقل ياخذ موتور او لا ياخذ، لان الا بغيتي تاخذ مثلا بغيت تاخذ سياره عندك بزاف المراحل اللي امكانك انك توصل لها، تخلص الضرائب، خاصك تدوز بيرمي، خاصك بزاف المسائل اللي توصل انك تولي تسوق السياره تاعك. هكاك خاص يكون الموتور وهكاك خاص يكون بزاف الحوايج. بالنسبه لهاد الطريق فعلا كنلقاو فيها مشكل بزاف مع اصحاب الدراجات النهريه، كيمروا بالسرعه، كيسبوا في المشاكل اولا لريوسهم وعاد للراجلين وكذلك لاصحاب السيارات، وهم الدرجة الأولى يعني راه كيولي ضحية هما ماشي السيارات. وكيف شفتم مؤخرا يعني واحد الشاب من مقتبل العمر اللي راح ضحية ديال حديثات سير بالدراجة النارية، كنلقاو معهم مشكل، لأن كتلقى يعني واحد سايق موتور يعني متهور ما هز لهم لا الراس ولا أي واحد، وبالأخص حنا سائقين سيارات الأجرة اللي ديما غاديين جايين في هاد الطريق، يعني كنلقاو معهم مشكل. ونتمناو من أصحاب الدراجات النارية أنه يديروا عقلهم شوية ويحترموا قانون السير ويديروا الكاسك ديالهم باش يحميوا رؤوسهم أولا وينقصوا من هذا التهور. وكنوجهوا كذلك رسالة يعني لرجال الدرك الملكي أنهم يكتفوا الجهود ديالهم بالنسبة للسائقين ديال الدراجات النارية اللي ما كيستعملوش الكاسك أنه يكتفوا الجهود ديالهم ويقوموا بحملات تمشيطية في هذا الباب. أولا كنلقاو شباب ما بين لاج ديال 12 عام و 20 عام، يعني كاين مازال طيش، كاين المراهقة، كاين الأب ديالو والأم ديالو والأخ والأخت ياخذوا له موتور، والناس كيبداو كيتمشوا بواحد السرعة اللي هي خيالية. تقريبا في الثلاث سنوات الأخيرة ولا أربع سنوات عدد ديال الشباب اللي ماتوا في هذه المنطقة راه ممكن يقتلوا من 20 بيرسون. واش ماشي عيب أنه حنا نفرضوا نفقدوا الاولاد ديالنا بهذه الطريقه اللي هي نقولوا عشوائيه وماساويه؟ ممكن تشوفوا دابا غير المقابر ديال الاولاد اللي مشينا اليوم غادي نلقاو التواريخ ديال الناس اللي كتموت، ولاد 18 عام 15 16 عام بحوادث سير اللي هي خطيره جدا. المطلوب هو انه العائلات اول حاجه العائلات يتفاداوا انه ياخذوا ولادهم المطر، ثاني حاجه في المؤسسه التعليميه يحاولوا ما امكن يرشدوا التلاميذ على الطريقه ديال السياقه، حيت المطر كيتخذاو باش تقضي بهم غرض بالنسبه للناس اللي خدامين، الناس اللي كيترزقوا اللي عندهم مشكل في الترونسبور هما اللي يقدر ياخذ موتور. اما انت شاب كدي بلاصه اقل من 500 متر ما بين المدرسه ديالك والمنزل، علاش بغيتي الموتور؟ هي عارفي بان الشباب كيبغي يفرضوا ريوسهم في وسط المجتمع وطريقه الحب الظهور، كاينه ألف طريقه باش انك تظهر في المجتمع غير انك تغامر براسك، تغامر راسك جوج عجلات ماشي ديال الظهور، حيت اقل خطا غادي توفى. الله يهديكم الشباب، الله يهديكم، راه عيينا من كل مره نمشيو للسبيطارات نزوروا الناس، نمشيو كل مره للمقابر نصلوا على ناس. راه اي مجتمع واي بلاد كتنهض بالشباب ديالها، الا حنا كنقضوا الشباب ديالنا بهذه الطرق المأساوية راه ما غادي نوصلوا فين. ونقطه اخرى، حنا دابا كاينين في الطريق الوطنيه رقم واحد في اتجاه تغازوت، ياك هي اللي داخل الجامعه الترابيه ديال الاورير. الا كتشوفوا هنا المنطقه هذه في هذه السنوات الاخيره اكثر من 10 ديال الارواح تاعو ديال الناس كبار في العمر، ديال سائقي دراجات وديال حوادث سير اللي هي خطيره جدا. عياو هنا الجمعيات ديال المجتمع المدني ما يدفعوا طلبات وزاره التجهيز والنقل بانهم يديروا ديدودان،
باش يحددوا السرعه. حنا كاينين هنا قدام في هذا الفيراج هذا كاينه بلاكه ديال تحديد السرعه ديال 60، اين فوا كيدور الحديد ما كايناش 60، كاينه 100 120. انا تهربت هنا جوج مرات شويه كنفلت من حوالي التليفون كنقطع الشانطي، حيت كاين هنا دي روستورون تقريبا كاع الناس ديال هذه الجهه هذه كيخرجوا كينزلوا كيتقداو لتحت. ها هو ممر ديال الراجلين، حتى واحد ما كيحترمو. الله يهديكم الناس ديال المجتمع المدني، جماعه ترابيه، داك المصالح ديال الدرك ووزاره التجهيز والنقل، يشوفوا شي حل يديروا داك محادثات ديال تحديد السرعه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.